أخبار اليوم. أهلا بكم في النموذج الثاني، هو أسهل شوية، في أسئلة كتير تقليدية، هنجرب نفسنا كده ونشوف إحنا بنعرف نجاوب ولا لأ. السؤال الأولاني تشوز، منديك الرياكشن بتاع النيتروجين مع الهيدروجين يديك أمونيا، ويقول لك in the previous equation reaction at STB the produced volume of ammonia gas in liter، عايز الفوليوم بتاع الأمونيا باللتر. On the reaction of 10 liter of nitrogen gas complete، لما النيتروجين يتفاعل تماما عايز الفوليوم بتاع الأمونيا. طبعا على طول أبص الإكويشن لعدد المولات، هلاقي النيتروجين 1 مول، الأمونيا 2 مول، يبقى ده ضعف ده، ده 10 يبقى التاني 20. طيب نيجي للدينستي، مرت علينا مسائل دينستي، بنقسم الار ام ام ده دينستي اوكسجين جاز، الار ام ام بتاعته اوعى تقول لي او ده الاكسجين او 2، يبقى لازم نقدر نضيف 2، يبقى ايه 32 ديفايدد 22.4. يبقى هنختار مين؟ لو عملت ايه؟ طب ودي كمان برضو ما تطلع ما دي ديفايد دي يطلع ده، يبقى تختار الاثنين. طيب يبقى ما تستعجلش في الاجابه، اول ما تلاقي الاجابه الصح تختارها، لا اقرا كله لان ممكن يكون الاجابتين. هنا from the instantaneous، خلي بالك كلمه instantaneous يعني at once، تفاعل لحظي، يبقى دي تطلق على complete reaction، لكن simultaneous متزامن يبقى reversible. هنا instantaneous، يبقى دور على reaction instantaneous، ما فيش الا silver nitrate مع الصوديوم كلورايد والمغنيسيوم مع ايه ريبون الاثنين، يبقى اختار ايه بي اند سي، برده ما الاقيش واحده واقراش الباقي، لا اقرا كله. طيب رايزنج تمبريتشر انكريز، اظن احنا اتكلمنا في رايزنج تمبريتشر في الامتحان الاولاني، ها هتختار مين في دول؟ ها واضح انه اول ذا بريفيس، ما هي دي كلها الخطوات. طيب في النيكل كادميوم باتري الكاثود بيبقى ايه؟ مين فيهم؟ طبعا النيكل. طيب الساينتست ويتش ريليتد، ما فيش عندنا ساينتست في الالكترو غير مين؟ فاراداي، بتختار فاراداي على طول. اوكي نشوف الجزء الثاني من السؤال. سكند سكندلي اكسبلين practical experiment، شوف بقى هنا قال لك explain withdrawing methods used to detect presence of carbon and hydrogen in the organic compound. طبعا هنا يبقى طلب منك الدروينج، يبقى تعمل دروينج وهتعمل كمان explain، ففي ممكن تكتب شرح وممكن تكتب equation تعبر، يبقى انا عايز بس الرسم عليه البيانات كامله والشرح والايكويشن ولازم الكونكلوجن، ما تنساش الكونكلوجن في اخر التجربه، يبقى عليه درجه. هنا بقى write the name of the following compounds according to a back name، هنشوف المركبات اللي احنا هنسميها. بالنسبه لتسميه المركبات عندنا النوميكليتشر نمبر A، ما في دبل بوند يبقى الرقم من هنا، لو رقمت من هنا يبقى لازم ايه تبدا من هنا، يبقى 1 يبقى 1 بنتين، وهنا يبقى 4 كلورو، يبقى 4 كلورو 1 بنتين، اما هنا هيبقى 2 3 دايميثايل بيوتين بنتين. هنا بقى واضح في هنا دبل بوند، يبقى 2 هنا، يبقى 1 2 لا الكلور تحت ما احطش الكلور لانها مش في التشين، يبقى دي الكلور دي تحت، يبقى 1 2 3 4 5 6 يبقى 2 هيكسين، وهنا كام؟ 5 كلورو، يبقى 5 كلورو 2 هيكسين. طيب بعد كده في سؤال على الديترجنت اتكرر كتير السنه اللي فاتت، برضه بعيده عليك تاني، اللي هي الديترجنت عايز منك الكيميكال ايكويشن ويتش شو هاو ووتر شود سوليوبل صوديوم سولت اوبتيند. طبعا الصوديوم سولت بيطلع من الالكايل البنزين سلفوريك، يعني لو عندنا الكايل بنزين سلفوريك اسيد اللي بيبقى فيه هنا ار، هيبقى موجود عندك في الاجابه واضح جدا، الكايل بنزين سلفوريك مع صوديوم ادوكسيد بيطلع الكايل صوديوم سولت والكايل بنزين سلفوريك اللي بنسميه ديترجنت بلس
ووتر. طيب السؤال الثاني في ساينتفك تيرم ايكوال فوليوم، اول ما تشوف ايكوال فوليوم يبقى افوجادروز نمبر، افوجادروز لو على طول. ذا رياكشن يوزد تو استيميت، استيميت ايه بقى؟ هنقدر ايه؟ ها هنقدر سبستنس ذات ايفابوريت ويتش سبيرنج سولبل. خلي بالك سوري، جيف ريسبتيت ويتش از سبيرنج سولبل، ما دام قال لك بريسبتيت يبقى ده بريسبتيشن رياكشن على طول، يبقى ده الرياكشن اسمه بريسبتيشن رياكشن. تعرفوا منين من كلمه سبيرنج سولبل؟ ما تلاقي بقى ده سبيرنج سولبل يبقى بريسبتيشن. طيب الانديكيتور ويتش جيفز ايلو كلر، خلي بالك في الاسيديك ميديم، مين هيدي يلو في الاسيديك ميديم؟ اللي هيدي يلو في الاسيديك ميديم هو الميثايل اورنج، هو البروموسايمون بلو الانديكيتور بيدي، وفي البيزك ميديم بيدي بلو، هو اسمه بروموسايمون بلو، يبقى هو دوت البروموسايمون بلو. طب هنا استاشنري سيستم ابارنتلي دايناميك سيستم، ده ايه؟ الايكوليبريم سيستم ات كونستانت تمبريتشر، اكيد حاجه كبيره كده، يبقى دوت اللو ماس اكشن. بروسيس اوف ديسولفينج سولت ان ووتر تو برودوس اسيد اند الكالي، ده عكس النيوتراليزيشن، اسيد بلس الكالي يبقى عكس هيدروليسيس، برضه خلي بالك من السته دي هيدروليسيس. طيب السؤال الثاني عايز الستبس بتاع الالكتروبليدنج، برضه سؤال اتكرر كتير هنا اهو، طالب منك الدروينج يبقى مهم، وعليه البيانات، ايه بقى البيانات؟ الانود والكاثود وبوزيتيف ونيجاتيف والالكترولايت، لازم الحاجات دي تبقى واضحه. وحطيت الجاك فين؟ حطيته في الكاثود ولا في الانود؟ لو الرسم عكس الكلام يبقى صفر، لازم ايه؟ الرسم يبقى ماشي مع الكلام، ما تحطش الجاك في في البوزيتيف وتشرحه في الرياكشن في الكاثوديك رياكشن، لازم ايه؟ الجاك عايز ارسب عليه ايونات فضه بوزيتيف يبقى احطه في النيجاتيف. هنا شو ميجرينج ميجرمنت اوف ايزومريزم، سوري شو ذا مينينج اوف ايزومريزم جيفينج اكزامبل فور ذا مولكولار فورمولا اوف ذا تو ستراكشر فورم. خلي بالك احنا عندنا المثل بتاع الايزومريزم اللي هو دايميثايل ايثر والليثانول، وممكن تستخدم الجلوكوز والفركتوز، وممكن تستخدم حاجات كتيره جدا في الايزومريزم، يبقى تقول له المينينج وتدي له اكزامبل. هنا شو باي سيمبوليك ايكويشن ستارتنج باي ميثين، هنبدا بالميثين، ها هاو كان يو اوبتين فاينل ديفايدد كربون، يبقى الميثين 1000 درجه، ووتر جاز يبقى مع ووتر وكربون دايكسايد، سهله جدا تريك يديك هيدروجين وكربون مونوكسيد اللي هو الووتر جاز بنسبه 1 ل 3. وات از مينت باي ايتش اوف ذا كومبليت ايونيزيشن اند ويك ايونيزيشن، طبعا كومبليت ايونيزيشن لازم تقول السترونج الكترولايت كومبليت ايونايزد، لكن انا بارشل ايونايزد بتدي اكزامبل.